اوكي هذا مثال للودينج تاع البيشنتس ستودنتس للبيشنت هاي اللودينج مثل هيك لاحظوا انه التري مش فل كوركتلي ناحيه انه في ثيك ماتيريال ورا وثين ماتيريال قدام صح ولا لا فانا بفضل لما نعمل لودينج بس عشان اورجيكم كيف نعمل لودينج سريع الماتيريال لما تكون دافيه كثير والمي سخنه اوكي بعملها زي الكره اوكي بحطها في الوسط بعدين بايدي بضغطها باتجاه الجوانب اوكي هلا بحاول اخلي الماتيريال ايفن بالجهات كلها طيب لاحظوا ان هون في ديفشنسي هون في ديفشنسي بدافي الماتيريال هلا ليش بدافي الماتيريال اكثر مره لانه الماتيريال هاي بتبرد بسرعه اوكي فبصير شو اعمل اول شيء اخلي السيرفس سموث هاي اول شغله بعملها اثنين بخلي في حفه على التري كاني بعمل بوردر مولدنج تذكروا كيف شكل البوردر مولدنج مش هي عباره عن ماتيريال فوق التري هذا بعمله نفس الشيء هون يعني انا بدفش الماتيريال الزياده بحيث تعمل لي بوردر على داير التري شو معناته انا لما اعمل هيك لما اعمل هيك لاحظوا كمان بشيل الزيادات اللي في الوسط لما بعمل هيك كاني بقول للامبرش ماتيريال امشي هيك مش تمشي لورا فالاكسس 1 بفوت بالضبط جوا التري الشغله الثانيه اللي بدي اعملها في معظم البيشنتس بخلي هاي المنطقه فلات والماتيريال وين بدفسها او ببعدها باتجاه الجوانب لكن هذا متذكرين انه هذا بيشنت عنده هاي فولت هون العكس بدي شوي اشيل من الزايد هون انا شايفه شوي ماتيريال زايده هون اوكي الان بطلعها باتجاه البلت هذا بس لهذا البيشنت بس معظم البيشنتس بخلي هاي فلات تقريبا وبدي الاكسس باتجاه السيرفس فانا هاي التري لودد بالاكسس ماتيريال باجي بحطها لاحظين بحاول الاكسس اللي موجود على الاطراف عم بحاول اوديه باتجاه البلت بحاول ابني هون بلت اي ماتيريال واقع ورا التشي بدخلها للداخل بدل ما تفوت جوا تعمل البلت تاع البيشنت خليها تطلع جوا الفولت تاع البلت مش تروح باتجاه السوفت بلت هلا ليه نقعتها اخر مره قبل ما احطها بتم البيشنت نقعتها اخر مره قبل ما احطها بتم البيشنت لانه وانا بشتغل في ايدي بترجع بتبرد الماتيريال اوكي فلازم ادفيها اخر مره قبل ما احطها بتم البيشنت يلا هاي الماتيريال تقريبا صارت جاهزه خليني بس اورجيكم اللودنج تاع اللور وبتعمل لي هاي نفس الشيء الان الطالبه عملت لودنج للور اوكي هاي اللودنج للور شايفين كيف اللودنج لانه كان مع الجوز ملاحظين انه لودنج هيك هلا هذا برضه نفس الشيء هذا اللودنج بهاي الطريقه ممكن يكون مفيد لكن ممكن يطلع عندي ديفيشنسي واغلب الديفيشنسيز في اللور تطلع في اللينجوال باتش اريا فانا بدل ما اعمل هيك بقدر اعملها كالتالي باجي بعملها اول شيء كره بعدين بعملها رول خفيف وبعدين انا عارف الاكسس ماتيريال احتاجها ورا ما بحتاجها قدام وهذا اللي كثير بيصير لما نشوف امبريشنز للطلاب للور بنلاقي في كتله موجوده عند اللسان كثيره فانا حطيتها في الماتيريال رجعت دفيتها شوي وبعدين قبل ما احطها في التشي باجي برفع المنطقه الوسط وبكبر المنطقه الجوانب لاحظين كيف عملتها زي فيجر 8 يعني انا مديتها ومطيتها فصارت رفيعه هون وخميلي هون وانا فعلا محتاجه اكثر ماتيريال ورا لما اجي احطها بالتري لاحظوا كيف عبت الماتيريال اللي كانت قليله عبت الانتيريور وهذا اللي بحتاجه اكثر مش اكثر واللور صارت كثيره هلا الكثيره بكلي ما بحتاج كثير لانه بكل السلكس شلو مين السلكس اللي كثير بده اللينجوال ملاحظين اللينجوال كيف خليت الماتيريال اعلى من التري كانه بوردر مولدنج بس عالي ملاحظين دخلته عمودي هذا معناته لما يجي الماتيريال اعمل فيها امبريشن الاغلب انها حتفوت في السلكس راذر ذان انها تطلع من الطرف الخلفي اوكي فهيك بكون عامله لودنج للور صحيح لاحظين انا بعمل زي انيشال جروف الانيشال جروف شو بيساعدني بالاورينتيشن تاع التشي ما تروح يمين شمال وتذكروا انه وانت بتعمل امبريشن قبل ما تضغطي عموديا لما تفوتي تم البيشنت تاكدي ان الهاندل تحت النوز اوكي شايفه كيف لودد اوكي وكمان شغله قبل ما ابدا اضغط عمودي كمان شغله بدي اتاكد انه الهاندل تحت النوز وشغله ثانيه قبل ما اضغط عمودي بقول له ارفع لسانك ثم بضغط عمودي اذا ضغطت واللسان موجود مرات اللسان بنحشر تحت الامبريشن ماتيريال ما اخذت اللينجوال سيرفس اوكي فبالتالي انا شو الاشي بدي ادفوته اقول للبيشنت لو سمح انا بعمل اورينتيشن ليفت ورايت بتاكد اني ليفت ورايت باي ذا واي ببعد عن السلكس اراوند 8 ملم
أو حتى سنتي، لأني وأنا بضغط حلف وأقرب من السلكس. بس شو بصير من الطلاب؟ بيبدؤوا بقريبين من السلكس، لما يبدوا يلفوا التري خبطت بالسلكس ما فاتت، خبطت بالرج وما فاتت جوا السلكس مزبوط. فبالتالي ببعد شوي للأمام، زائد بقول للمريض ارفع تمك لسانك وانت فاتح تمك، وبعدين بنزل الإمبريشن في مكانها. فالأغلب انه تفوت اللينجوال باوتش صح، واخذ الرج صح، ام سنتر. شكرا.